المناخ في الفترة القادمة، هل حضرتك يعني شايف أنه لابد من الدول أنها تتخذ من الإجراءات أن احنا نواجه تغيرات المناخ، بالذات التغيرات الصعبة؟ طبعا، واول حاجه فيهم في الحاجات اللي هي الصناعات بتعملها. لما كل ما يجي نعمل مصنع نعمل فيه في البترول هيتحرق بكذا وكذا، الحاجات اللي بنحرقها عشان تعمل الصناعات المحروقات. لما تعمل بدل ما تطلع البلاوي الدخان المهبب على عينه ده، في بلاوي يسمم الانسان، اذا اضافه انه يسمم المناخ، الجو، العناصر الهوائيه. معنى ذلك اخذ بالك، انت لما تعمل مصنع يبقى تاخذ من بالك انك المصنع ده لازم هتدفع فلوس عشان تشوف الدخان اللي طالع ده نهديه ازاي، ناخذ منه البلاوي ازاي، وهكذا. يعني ممكن جدا الواحد نعمل نفس الكلام ونعمل نفس المحروقات وكذا كذا، بس في المخطط انه يكون الحفاظ على الحاجات البيئيه الصحيحه، واي حاجه تضر بالبيئه لازم تاخدها من قبل ما تطلع في الجو. ايوه. او في الميه. ايوه. الزلازل اللي بنسمع عنها كثير هذه الايام واقتربت مننا، يعني كان هناك زلزال في تركيا قريب وقبله في سوريا، يعني حزام الزلازل ده لماذا يعني أصبح كثيفا بهذا الشكل أو مكثفا وأصبح يعني يقترب مننا؟ لا والله، ده الزلازل، بيني وبينك إن الزلازل دي في منطقتنا كانت بطيئة للغاية، يعني لأن كان زمان كان أكثر من كده بكثير، وإحنا عارفين إن حاجات كثيرة جدا حصلت. يعني إحنا عارفين إن البحر الأحمر نفسه هو انفصل، إحنا عارفين إن شبه الجزيرة العربية بتتحرك شرقا وبتخبط في ايران، يعني جيولوجيا، وان قاره افريقيا بحالها كانت بتخبط في اوروبا وتكسر الدنيا هناك، هي اللي عملت جبال الالب الحركه دي. بس هي معناها ان الزلازل والحاجات الجيولوجيه اللي بتتاثر بالزلازل قلت في عصرنا الحالي عما كانت عليه في الماضي. حضرتك برضو قلت يعني في فترة من الفترات إن مصر من أوائل الدول اللي اهتمت بموضوع برامج الفضاء، يعني فكرة الفضاء. هل إحنا حاليا يعني مهتمين بهذا الموضوع؟ ما زال مهم جدا. هو اللي اهتم، اللي بدأ الاهتمام، الله يرحمه الرئيس ده كان مهتم جدا بالقصة دي، كان عايزنا يبلوا ناس ويكلموه في القصه دي، وعايزين ناس من ناسا تيجي هنا وتكلمنا ايه اللي عنده، وممكن يسهل لنا ايه بدل ما نصرف فلوس كتير مثلا في ان احنا نجيب صور بالطياره عشان نعمل خرائط كويسه. طب ما هو انت في الفضاء ما احنا نقدر ناخد صور كبيره بتغير بنفس الدقه التعبيريه بتاع الصور، نفس الدقه بتاع الصور بتاع الطياره، بس في وسع مساحه شاسعه جدا واقل تكلفه، هكذا. وممكن في اجهزه تقول لنا الحته دي، هل بيبقى لو كان في منجنيز فيها بدرجه كان ممكن يقول لنا فيها ايه وكذا. فبدات الحاجات دي كلها باهتمام بعض المفكرين والعلميين طبعا، وبعض الرؤساء زي الرئيس السادات الله يرحمه.